السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مش عارفة احنا كده لايف ولا لأ. احنا كده لسه. انا مش عارفة بعرف منين، بس اعتنيني كده سمي الله. تمام، احنا كده لايف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما عودناكم واتفقنا معاكم ان شاء الله كل يوم في رمضان هيبقى معانا هيبقى معانا ان شاء الله باذن الله لايف ندخل فيه الناس ونسمع اسئلتكم ونسمع استفساركم للناس اللي بتعذر عليها الاتصال على البرنامج. احنا تاني بس عايزه اقول ان مواعيد برنامجنا اصلا بتبقى يوم السبت الساعه 12 بتوقيت اسطنبول، 11 بتوقيت ليبيا ومصر على قناه التناصح، برنامج في رحى بها. ويوم الاحد ويوم الاثنين بيبقى الساعه 9:30 بتوقيت القاهره، 10:30 بتوقيت اسطنبول على قناة وطن في برنامج بيوت منورة. بيوت منورة احنا هناخد فيه منازل السير الى الله عز وجل. خدنا النهاردة اول حاجة في السير الى الله منزلة اليقظة وما قبلها. قلنا ان قبل منزلة اليقظة لازم نراعي على الاقل رقم واحد جزئية ان يكون عندك منزلة الارادة ومنزلة الشوق الى الله عز وجل. عشان اكلمك على اليقظة لازم يكون عندك الحاجتين دول. ففي البدايه كده نرحب بيكم وان شاء الله باسم الله، يعني باذن الله هنحاول ناخد ناس من هنا يشاركوا معانا يقولوا لنا اسئلتهم، اللي هيجي يقولوا لي عايزين في الاسك، وان شاء الله ناس من هنا اللي هيقولوا اسئلتهم. قبل ما اتكلم انا عايزه اتكلم على نقطه العريس اللقطه. العريس اللقطه طبعا يعني مين العريس المثالي، مين الشريك المثالي، مين الزوج المثالي، مين الزوج السوبر اللي يتقال عليه برنس البرانيس زي ما بنقول. مش بيتقال عليه فرعون، لان احنا اتكلمنا موضوع فرعون ده لا، يعني طغى وتجبر وفسد في الارض واغرقه الله عز وجل. فاللي بيتشبه من قوم فهو منهم. احذروا حتى ولو كان بهزار يا جماعه، يا زوجات ويا نساء، حتى لو كان بهزار ما نسعاش ابدا ابدا ان احنا نقول ده احنا تبع الفراعنه، ولا احنا ناخد نسمي الزوج الفرعون الكبير، ومعروف مين الفرعون الكبير حاليا اللي بيتشبهوا بيه، والفرعون الصغير زوجها بقى ولا الله اعلم. الكلام ده غلط وانا اعترض عليه، وقلت الكلام ده مره واتنين وتحذروا ان الالفاظ دي حتى لو سبيل هزار، يعني تقول لك ده حاجه يعني كوميكس يعني وهستيريا وبرنامج هزلي ايا كان، لكن ترسيخ المعاني مهم جدا. نرجع لموضوعنا، مين العريس المثالي او العريس اللقطه اللي يتقال عليه؟ هل له مواصفات معينه وهل العريس له مواصفات معينه؟ طب احنا قلنا قبل كده ان من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. طب ممكن يكون زي الفل وغايته شبه غايتك، اهدافه زي اهدافك، لكن بيحصل صدمات بينك وبينه. او رقم اتنين ان هو مناسب لغيرك لكن مش مناسب ليكي. او ان هو يقول لك طب ما انا برضو عايزها بتصلي وبيصوم، وبرضو عايزها بيصلي وبيصوم ويعرف ربنا والكلام ده، لكن انتوا مختلفين مع بعض ما ينفعش نكمله. العريس المثالي اللي يبقى متوافق معاكي روحا وقلبا وعقيده، عقيده فكريه وعقيده ايمانيه دينيه، يعني ده مهم جدا. طرقك في التفكير والحلول وهكذا مشابهه، مش بقول تبكل لان يعني النمزجه دي وانه يبقى زيك ومثلك وهكذا ده لا، الامر ده مش صح. وخلونا نتفق ان يا جماعه من فضلكم ان لازم على الاقل يفيه حاجه اسمها توأمه للروح. فالمثالي المتلمع الشيك السوبر اللي فيه ما اعرفش ايه مناسب لغيرك، لكن مش شرط يكون مناسبك. لازم اخد المتوافق معايا فكريا، اخد المتوافق معايا عقيده، اخد المتوافق معايا في الهدف في الغايه، اخد المتوافق معايا على الاقل في الاسم. ما بقولش يقول لك الوسيله تبقى اصل الغايه تبرر الوسيله، لا ولا غايه تبرر الوسيله ولا نيل. يبقى فاهم انت بتتكلمي ازاي وعايزه ايه وايه المطلوب منك وهكذا. النقطه دي نقطه مهمه وانا حبيت اكررها تاني وتالت ورابع، لان بيحصل عليها مشاكل. تقول لك طب ما هو زيي، طب ما انا وهو حاجه واحده، طب ما هو احنا كذا، يبقى ليه لا ما لهش وما لهشاش. خلينا متفقين على كده، تمام كده. ربنا يبارك فيكم في عمركم. هبتدي اخد الاسئله اللي انتم كاتبينها على اللايف، ونبتدي ندخل معانا ناس من اللي حابين يدخلوا معانا ويسالوا معانا. يلا بينا نبتدي بسم الله. عندك مين؟ عبد الله لاشين اول حد. عبد الله جهزي، عبد الله يلا. راح عبد الله لاشين. طيب معانا مين تاني؟ ابتسام وتبسمت، يلا بينا. تعالي يا ابتسام يلا. ها جهازي
لسه بقى اما ناخد كده. كل سنه وانت طيبه شمس، وانت طيبه يا شمس، ربنا يعود عليكي بخير يا رب. نرد عليكي، انا من فلسطين وعندي سؤال. تمام، انا هاخد برضو الاسئله اللي هنا، خليني لما اشوف هنا البس لكم النضاره العظيمه ما شاء الله عليا. خلاص بقى خلاص، يا حلاوه يا حلاوه. الله، حابه اتواصل معاكي ان شاء الله. هناخد حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله. الناس اللي هنا على الابلكيشن ده هاخدكم باذن الله. تبسمت معانا هنا، حد جه معانا. ابتسام، سلام عليكم. سلام. فصل الخط، يا ربنا يبارك فيك يا ابتسام. ناخد حد من هنا. منيرة بتقول لي: منيرة سمير، انا بعد ما زوجي سافر صارت علاقتنا فيها جفا، وحاسه ان انا بنعدي اليوم وبنحكي، اعمل ايه يا استاذه؟ لازم كل يوم، انا بقول لك اهو، لازم كل يوم تعملي معاه مكالمه وتفتحي معاه فيديو وتعرفيه حالك وحال الاولاد عاملين ازاي والدنيا معاكي عامله ازاي. الامر ده مهم، المعايشه اليوميه دي مهم. موضوع ان احنا لا نسيب الدنيا اصل هو مسافر، فهو سفر وما اعرفش بيعمل ايه واصله مشغول وعدى يوم اتنين، لا ما ينفعش الكلام ده، ما يعديش لا يوم ولا اتنين ولا الحاجات دي. انا عايزه ان كل يوم يبقى فيه معايشه يوميه، حصل في البيت كذا يا زوجي، حصل في الامر كذا يا زوجي، طب نعمل ايه يا زوجي، وهكذا، وتخليه يتعايش معاك الامر. لكن بعدها عنك وعن حالك وعن مقالك والكلام ده مش صح. هنحاول ناخد حد تاني من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا مين؟ ليان. ليان جاهزه؟ ليان تخشي معانا. طب ليان راحت. جوكراني 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 السعوديه، يلا بينا. السلام عليكم. يا أحباب السلام عليكم. طيب ناخد من هنا. أنا بحب حضرتك يا دكتورة نيرة محمد. شكرا ليك يا نيرة، ربنا يبارك فيكي. آية دكتورة، أنا في كرب شديد وواجبات خطيبي، وأحببت خطيبي ادعي لي إن ربنا يصلح لي الحال. يا رب يصلح لك الحال واجعله زوج صالح، قولي امين، واجعله خطيب صالح وتتم على خير. تمام، مين معانا تاني هنا؟ عندي ساره خالد. ساره سلام عليكم يا ساره، يلا بينا. اجهزوا عشان هاخد منكم بعديهم، يلا انتوا كمان. يلا يا ساره سلام عليكم. دكتوره بدي احكي معاكي. ضحى، يلا يا ضحى خش اعملي اد، يلا عشان اشوفك، شفتكيش انا امبارح، يلا بينا. السلام عليكم يا دكتوره، مساء الخير. جكراني، السلام عليكم عليكم. السلام. عليكم السلام. اخيرا انا شفتك، دايما بتبعتي لي انت الرؤى. انت اسمك ايه الحقيقي؟ سارة. ساره. ازيك يا ساره؟ يا حضرتك يا كل دكتور. سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكم. عيب بتشاركي معانا بيه حضرتك النهارده. طيبة. انت سمعتي الموضوع اللي انا اتكلمت عليه في البدايه؟ أيوة. يلا قولي لي رايك. والله حضرتك أنا أصلا يعني والله حضرتك كنت سبب في إنه يعني كان فترة توهان كبيرة جدا في حياتي، وسمعت فيديو حضرتك كده تكسر يعني كان يعني هو لحظة النور في حياتي، واتغيرت بعديها لحد دلوقتي. دي كلمات أصلا يعني بتردد دايما في ذهني حضرتك بتقوليها، وفكرة تعظيم صلاة قلوبنا ووقت الصلاة على وقتها، وأصلا حبيت فكرة تربية الأولاد وإقامة بيت مسلم صالح بعد ما سمعت حضرتك. يعني أنا أصلا خليت البيت كله يسمع حضرتك وماما، وبمشي في أي حتة اللي هو يعني كل حد بقول له دكتورة هالة دكتورة هالة، ودايما والله يعني حضرتك يعني حد غالب جدا جدا في قلبي، بدعو الله سبحانه وتعالى إن أنا يعني أقابلك في الدنيا ونلتقي كده يعني يوم يا القيامة رب في الفردوس الأعلى يا رب. يا رب وبجد يا يعني رب. بحب حضرتك جدا جدا جدا، مبسوطة جدا 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 إن أنا كلمت حضرتك، وجوايا كلام كتير والله، بس يعني أتمنى حضرتك تدعي لي يعني ربنا لا يفتني بقلبي أبدا، يا رب. وإن أنا يا رب يعني يفتح يعني قلبي للإيمان، وأنا نفسي والله يعني أكون داعية كده، وربنا يعني يخلي دايما الإخلاص ويكون حاجة خالصة لوجهه، ومعيشة متكبرة جدا والله، بس مبسوطة ولا جدا سعيدة جدا. بمشاركتك وبالكلام اللي انت بتقوليه. جزاك الله خيرا، وربنا يفتح بيك يا رب، ويجعله يا رب فتحة خير عليكي، ويلقينا ان شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. سعدت بيكي يا اللهم دكتورة آمين. تانية. سارة أنا بقى سعدت أكثر. بيكي، سلمي لنا على كل اللي عندك وخلوهم يدعوا لنا. السلام عليكم. اللهم آمين. مع السلامة. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا ليكي. خلينا ناخد حاجة من هنا. وردة الحزينة. ليه وردة الحزينة؟ ليه؟ انا بحبك يا دكتورة، بس
وائل خلاص ادعم لك. وائل ادع اليك، الله يطول بعمرك واياك يا حبيبتي، ربنا يطول بعمرك بالخير والطاعه احنا واياك. سوره بتقول يا دكتوره زوجي شخص صالح وجميل بس انا اكرهه. ليه بتكرهي؟ ليه بتكرهي جوزك؟ ليه؟ راح البتاع. طيب من هنا لحد ما يرجع السؤال تاني. غدير بتقول، غدير نزل بتقول زوجي خسر الاستثمار وسافر لحتى يشتغل بره، هملني ومهمل ابني وعصبي وحملني مسؤولية. لازم تشاركيه، لازم يا جماعة. احنا بنتكلم على الزوج المغترب وبنقول ان الزوج المغترب على الاقل. حاضر، انا ان شاء الله هاخد منكم ناس، هاخد منكم ناس. حاضر. الزوج المغترب على الاقل لازم تشاركيه. المعايشه اليوميه بتاعت اليوم والليله دي مهمه جدا، ان هو يعرف حالك وحال اولادك، واولادك يكلموه يا ابي حصل ويا ابي كذا ويا ابي كذا، ده مهم جدا. لكن انا ما بقولش الكلام ده وما بسمعش ومؤديه الدنيا وهو في حال وانا في حال، ما امر طبيعي ان يحصل اهمال. لا خلينا كده، انا بكرهه بدون سبب ومش متقبله منه اي شيء لمده 4 سنين. لا لازم ترجعي وتشوفي ايه السبب، معاملته، هجره ليكي، جاف معاكي، قاسي في المشاعر. لازم الكلام ده تبقوا يعني واخدين بالكم منه كويس، وعلى الاقل على الاقل يا جماعه نبقى فاهمين نعمل ايه. خلينا ناخد حد من الناس اللي هنا معانا. مين؟ مصطفى. ومصطفى هل ده راجل ولا بنوته؟ طيب خلينا نجرب، لان ساعات بيبقوا داخلين باسم باسم ابنها او اسم زوجها. ايوه السلام عليكم. طلع مصطفى شاب. السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا مصطفى. او حضرتك مش بتقبلي الشباب يطلعوا لا ولا؟ لا لا عادي والله، انتوا اولاد، انا امكم، عندي 50 سنه يا ابني خلاص. طيب بطلع. اتفضل. تمام، بس كان عندي سؤالين في ايجاز، ولو ما فيش وقت ممكن سؤال واحد وخلاص. لا انا تحت امرك، اتفضل. طيب انا السؤال الاولاني دلوقتي، انا في حاله ان انا اقبلت على الزواج، انا مقيم خارج مصر، نعم، وطبيعه وظيفتي ملهاش مواعيد ثابته، يعني ممكن اخد 3 ايام اجازه، يومين شغل 3 ايام اجازه والى اخره. فانا في حاله ان شاء الله اقبلت على الجواز وشفت مثلا زوجه من مصر طيب واختارت ان انا اجيبها وتيجي تعيش معايا وانا هكفلها طبعا من الالف للياء، الله يفتح ومش عليك. حابب ان انا اخليها تشتغل وتطلع وتختلط بالمجتمع بره، حتى لو المجتمع بره امان، بس انا مش حابب الفكره دي. انا طيب مؤمن ان زوجتي تكون في البيت وهي اللي تكون يعني ايه زي ما بيقول البوست بتاع البيت كده طبعا باستشارتي. فهل ان انا لما اخد زوجه من مصر واحطها في البيت معايا وتشاركني في حياتي وفي دولة تانية وتبقى هي قاعدة في البيت مثلا معظم الوقت، أكيد لما أكون أنا فاضي وأجازة هخرجها نطلع مع بعض الكلام ده، هل أنا كده هبقى جاي عليها إن أنا أخدتها من بلد حطيتها في بلد مش بلدها وبعيد عن أهلها وكده ولا؟ طب اسمعني، اسمعني يا مصطفى. اولا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يكرمك، واسمعني لان انا مش عارفه اخرجك من اللايف بقى، لان انا ما شاء الله عليا في التيك ولا خلاص فاهم. طيب هنزل أنا. تمام تمام، وانا ان شاء الله ماشي وهرد عليك. اولا حقك كامل، حقك انك تختار الصفات اللي انت عايزها، التقيه، الصالحه، الربانيه، اللي تيجي مع الاصل. والله صدقوني، لحسن طلعوا لي مره فيديو احكي لكم على القصه دي، طلعوا لي مره فيديو هالة سمير بتقول البنات تقعد في بيتها وهي في الاستوديوهات 24 ساعه. انا اهو اعلن، انا هالة سمير، تخرج المراه للعمل بضوابط، ضوابط الستة للخروج للعمل قلنا عليه. طيب انا كزوج مش عايزه تطلع، حقك ما تطلعش، حقك ما تطلعش. وانا في الاصل اصلا ان احنا موجودين في وعي بقى لنفسنا ونتبغدد ونعمل معرفش ايه ونسوي ايه. هي هتطلع من قلب البيت هتقعد في قلب البيت وانت تكفيها. يعني شوفوا الزمان، زمان كانت البيوت عامله ازاي يا جماعه. زمان كانت البيوت جميله قوي، كان في فسقيه نافوره ميه كده في البتاع، البيوت باصه للسقف، في السقف اللي هو الحوش بتاع البيت، وبعدين دور داير ما يدور ودور داير ما يدور، وبعدين السقف وهيصه وحياتك كلها جوه. انا لو وفرت لزوجتي انا 3 ايام و3 ايام وهي قاعده في البيت 3 ايام، مخليه بالها من حالها وكذا. عندكم دلوقتي النت خلى اكتساب المهارات رهيب، اكتساب المهارات عن طريق النت دلوقتي رهيب جدا. كل تاخد تتعلم علم شرعي، تتعلم اجازه من اجازات القران، وتستناك الثلاثه التانيين تبقى نعمه الزوجه ونعمه السكن ونعمه الموده، وكفتها انا امور الدنيا كلها. حقك انك تشترط كده. هي في واحدة ترضى وفي واحدة ما ترضاش، وادعو الله سبحانه وتعالى يسخر قلبي يا رب الصالحة التقية ليك يا ابني،
يا رب يسخر قلب الصالحه التقيه اللي توافق عليك وتبقى فعلا همها كل ده الوظيفه الاولى، والله ده الوظيفه الاولى، لا سترونج اند ولا الكلام الفاضي اللي طالع الكلام ده. المراه طيب اضطرتنا الظروف، انا اجيب زوجي شايلني سنين عمره كلها بالخير والبركه وكذا، وجه في وقت هو محتاج ان انا اقف جنبه فيه، انا اقصر او انا اقول لا انا مش هينفع اخد زوجي ومش هينفع اقف جنبه وانا قادره ان انا اقف جنبه فيه؟ والله ما ابقى اصيل انا، لا ابقى معاه ولكن اخرج بضوابطي انا اللي قادره اوقف اللي قدام، ليمتي الاطر بتاعتي حدودي كده محدش يتعداها، وانت اللي تحط وبضوابط الخروج الستة، ان يكون عمل مناسب للمرأة، عمل لا يناقض كتاب ولا سنة، نازلة بكامل حجابي، لا اخضع بالقول ولا يفاطمة الذي في قلبه، وكل الشروط الستة اللي قلنا عليها قبل كده تمام. لكن انا لو ادوني الباب نبيل والله طب تمام، انا هاتوا بقى نص المرتب اللي انا باخده ده اعطوه للراجل زوجي وانا ادي مش كده، لكن اجي اترك زوجي في وقت كده. لكن من حقك ان انا اطلب واحده تقعد في البيت حقك وكامل حقي لك، بل ان ده الاصل، وان هي تبقى يعني تتبغدد في بيتها بقى بغددها وكذا عشان هي كمان تدلع. الله سبحانه وتعالى يرزقك بالزوجه التقيه الصالحه، اللهم امين. ناخد حد من هنا امانه تدعي لي يا زوج يا دكتوره بالزوج الصالح، نجمه نجمه، حاضر يا رب يرزقك يا نجمه الزوج الصالح، اللهم امين. ناخد واحد من هنا، مين عندنا؟ مين؟ ندى، ندى استعدي يا ندى، يلا بسم الله. ندى طلع. طيب عندنا وليد، يلا يا وليد. ها بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الشباب هم اللي بيخشوا معانا في اللايف، فين البنات؟ يلا ساعات بيبقى وليد وتبقى ام وليد، عايزه اقول لكم يعني. خلاص خلينا ناخد دكتور هلا، ممكن فضلت تقليب الذريه الصالحه يا رب في هذا الشهر الكريم، يا رب يا اسراء يا مصطفى يرزقك ذريه صالحه تقيه تعبد الله، تعبد العباد لله سبحانه وتعالى ويجعلهم من اهل القران، اللهم امين. مين اللي بتحس بسوره البقره بخنقه وضيق؟ واصبر عليها، واصبر عليها، حتى لو حسيتي بخنقه وضيق واصبر عليها، ده معناه ان في شيء. طيب خلينا ناخد حد تاني. وليد مش موجود، خلينا ناخد مين تاني؟ ما انا مش عارفه هو المجي من فوق ولا ما يعني ايه، خلينا كده اهو. مين؟ سمية، يلا يا سمية استعدي. بعد ما هاخد هنا هاخد من عندكم. دكتور انا حامل، ميهان انا حامل، وانت ايه مالك يا ميهان؟ تروح السؤال هرجع لك تاني. مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتورة. سمية، ازيك يا سمية؟ كيف الحال؟ الحمد لله، وانت كيف حالك؟ والله الحمد لله كل عام وانتم بخير. من اي بلد انت يا سمية؟ انا من فرنسا. يا حبيبة قلبي، قصور مغربية ولا جزائرية؟ جزائرية. ازاي حبايب بتوع الجزائر، حبايبنا. الحمد لله، والله الله يصلح لكم الحال. اللي رمضان عامل ايه عندكم في فرنسا؟ الحمد لله، الحمد لله، احنا في البيت عاملين اجواء رمضانية. رب الله مسخر لنا نروح نقوم بالتراويح. الحمد لله، الحمد لله. عندكم مركز اسلامي جنبيكم ولا نعم. بعيد؟ في مساجد في كل حي، في مسجد. الحمد لله، يا الحمد لله، الله يصلح لكم الحال وتقبل منكم، وسعيدة بمشاركتك معايا، وربنا يا رب يجمعنا على خير دايما، اللهم امين. امين يا رب العالمين، امين. انا احبك كثير في الله يا دكتورة. احبك الله، احبك الله. بتتفرجي عليا فيس ولا يوتيوب يا فيس؟ فيسبوك. ربنا يبارك فيك يا رب، بتقبل منكم، وان شاء الله ربنا ييسر ونجي لكم فرنسا، ما تقلقوش. امين امين، ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا ليكي وسعدت بمشاركتك معايا يا سميه، السلام عليكم. احبك في الله كثيرا يا دكتور. ورضي عنك الله واعطاك الله ونصرك الله واواك الله يا بنت الله. امين، اللهم ثبتنا على الايمان والطاعه يا رب يا رب. شكرا ليكي ومشاركتك، السلام عليكم. مع السلامه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا ناخد حد من هنا. معانا أم مريومة العسولة، يلا بينا يا أم مريومة. أم مريومة هستعدي هنا ونشوف. فاطمة عايزة انضم، بتعملي أد وأنا بضيفك، يعني عرفش تقريبا عندنا 20 أم، ربنا يسهل. ربنا يحفظك يا دكتورة وإياكم. أم مريومة السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتورة هالة، عاملة ايه؟ الحمد لله. انت تعرفي ان اسمك ده غالي عندي، انا بنتي اسمها مريم ومسميها مريومة العسولة برضو.
بنت برضه ادعي لها بالشفاء، ربنا يعزك يا يا رب رب ويكرمك يا يا دكتورة رب هالة. تتم الشفاء على والله خير، بحبك الله، حبك انا الله بنتي وراضي عنه. الايمان ادعي لها بالشفاء، عندها 10 سنين مش بتمشي ولا بتسمع ولا بتتكلم، يا حبيبتي، هي صورتها اللي بالصورة دي. يا حبيبتي، شفاها الله وعافاها، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتم شفاها على خير، ويجبرك بالصبر عليها. والله يا بنتي يجبرك بالصبر عليها، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك يا رب، اللهم امين. وتبقى لك يا زخرف. ادعي لزوجي، ادعي لزوجي يا دكتورة هالة، بالله عليك انا متجوزة بقالي يعني داخلة في 11 سنة، وزوجي مش عارفة في ايه بالظبط بيحصل، مش عارفة ده عين ولا في حاجة في حياتنا ملخبطة، كل ما تيجي حياتنا تتظبط شوية ببص الاقي الدنيا عكت مرة واحدة، وما مش عارفة، والموضوع بيوصل للطلاق. ادعي ادعي، ودايما خلي في بينكوا حوار، دايما في بينكوا حوار. والله انا بحاول، بصي يا دكتوره انا بسمع كل الحلقات بتاعتك، يعني بحاول فتره الزعل ما تتعداش ال3 ايام، نعم، وبحاول ان انا اتكلم معاه واقول له اللي زعلك، طب اراضيك، طب مش عارفه ايه، طب ما ينفعش الزعل يطول ما بيننا اكتر من 3 ايام. هو رفض الحوار تماما، يعني هو مش عارف ان هو يسمع خالص خالص، يقول لي طب ماشي، طب روحي دلوقتي، طب مش عارفه ايه، بيحب على طول ان هو يبعد عن البيت، مش فاهمه في ايه. والله فاهمة. انا بعمل كل حاجه انت بتقولي عليها في الحالات، وبرضه مش عارفه اتواصل معاه ازاي. طيب خليني ان شاء الله اجاوبك على الكلام دوت، بس انا يعني مش هعرف اعملك من ال انا عندي يا دكتوره والله. ادعي لي بالله. حاضر، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب. اولا موضوع ان بتقولك مش عارفه في ايه من الزوج وهكذا، بصوا الاصل في الاول وفي الاخر، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الاصل في الاول وفي الاخر ان في حوار. ما فيش حوار وحاسه ان في حاجه مش صح في قلب البيت، عليكي بالبقره يا بنتي، البقره دايما، علشان الحسد، عشان العين، عشان اللي بيبص لكم، وعلشان بص البقره تخليكي على الاقل بيتك متحصن. جيب ميه القران واقرا عليها، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. الفاتحه 7 مرات، اول البقره، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. اول 5 ايات من البقره، ايه الكرسي، ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اخر سوره البقره، اخر ايتين من سوره البقره، قل هو الله احد ثلاثا، قل اعوذ برب الفلق ثلاثا، قل اعوذ برب الناس ثلاثا، وبعد ما اقول بسم الله ارقين من كل شان يزين شر كل عين حاس الله يشفين، اعوذ بعزه الله وكل شر ما اجد واحاس، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفين. بصوا بص، وبعد خلصت عملت اهو، ادي الميه اهيت قام اهو، بص على عينيا ما شاء الله عشان انا عينيا بس، واقوم جايه غاسله بيها وشي كده اهو بسميه القران، اغسل بيها وشي، واقوم جايه جايبه تاني الميه، بسم الله الرحمن الرحيم، اشرب منها، خلاص بقت ميه مقروء عليها القران ومكتوب ومقروء عليها الايات. طيب خلصت دوت وخلصت دوت، اقوم جايه عامله ايه؟ اقوم جايه ماسكه الميه ديت، لو بقى عندك برميل كبير الميه دي، اقوم جايه عامله فيها ايه بقى؟ طبخه منها، ساقيه اولادي منها، عندك صداع حط فيها اسفل الرقبه، وزيت الزيتون برضو اعمل عليه كده اسفل الرقبه واسفل الظهر، كل الكلام ده. وبعد ما اعمل الكلام ده اسمي الله عز وجل واتوكل على الله، واخد مالك يا زوجي، طب ايه اللي حصل، طب انت فيك ايه، طب الدنيا عامله ازاي، الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. خلينا سهيله بتقول انا بتركيا يا دكتوره، الفجر بيأذن 5:30، نعم، والفجر عم يطلع الشروق 6 وكذا. طيب وبعدين امتى امسك وامتى اصلي؟ لا اول ما ياذن، مش دعوه، اول ما ياذن يقول الله اكبر خلاص، من ساعتها احنا الصلاه تمنعي الاكل وتمنعي الشرب وتمنعي الحاجات دي، وخلاص تمسكي عن الطعام والشراب، وهنا بدا الصيام، تمام كده؟ اول ما ياذن الفجر تفضلي تعملي كده. ادعو الله سبحانه وتعالى. انا بقى عايزه اقول لكم عن اضحكوا، قلت بقى ان شاء الله هنزل اصلي الفجر بقى مع الاتراك المسجد، بقى هنزل اصلي ابص الاقي بيقرأوا قرآن، يا رب هم صلوا ولا ايه، ده انا جايه بعد الاذان يعني يا دوبك ب10 دقائق، معقول لحقوا يصلوا؟ بيقرأوا قرآن، يقرأوا. اتصلت بابني، ايوه يا ابني، يا ابني انا قاعده في المسجد يا ابني، عمالين بيقرأوا يا ابني، فاضل نص ساعه الشروق،
ليه يكونوا صلوا ولا بيقرأوا بعد الفجر؟ قال لي لا لسه، ده هما هيصلوا دلوقتي، بيقرأوا الأول وبعدين يصلوا. وتنتني قاعدة معاهم يقرأوا يقرأوا اللهم بارك جزء واثنين وثلاثة، لحد ما قبل الشروق بنص ساعة وقاموا جايين مصلي. قمت جاي مصليها الفجر، قلت بس لا أنا هروح أصلي الفجر في بيتنا وبعدين أبقى أنزل أقرأ معاهم قرآن. هذا الله سبحانه وتعالى يكرمكم يا رب. آية غريب، ما أقدرش بس من غيرك إزاي آية؟ إحنا موجودين أهو. خلينا ناخد حد من هنا. عمرو سليمان، عمرو السيد، عمرو السيد محمد السيد. يلا يا عمرو، السلام عليكم. فين البنات؟ الأسامي اللي عندي كلها أولاد ولا إيه؟ يلا بينا. دكتورة تركية، تمام جاوبت لك أنا على السؤال ده. ها مين؟ عمرو السيد معانا. السلام عليكم يا عمرو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتورة. يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيكي. والله يا دكتورة من حضرتك من المنيا اهلا، اجدع ناس اجدع ناس. الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك. متابع حضرتك بقالي سنتين والله، واسلوبك ممتاز جدا. الله يبارك. وحضرتك حاجه ممتازه والله، وتشرفنا جدا متابع حضرتك. الله يبارك. واتمنى يكون في جديد على طول يعني، ومبسوط جدا ان انا متابع حضرتك والله. انت خاطب ولا متجوز ولا لسه؟ لا لسه ان شاء الله. طب قول لي بقى، قول لي المواصفات اللي انت عايزها ايه بقى يا عم. يلا ربنا ان شاء الله نصيبنا هناخد ان شاء الله. ان شاء الله. الله يرزقك يا ابني بالزوجه التقيه الصالحه، ويجعلك من اهل القران، ويجعلك دايما على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. سعدت بيك يا عمرو ومشاركتك معايا. اللهم امين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وتمام على الحاجه وكل الناس الطيبه اللي عندك. الله يبارك فيك، تسلمي، كل سنه طيبه. انت طيب، شكرا ليك ومشاركتك يا عم، شكرا ليك. السلام عليكم. ناخد حد من هنا، يلا بينا. معانا مين؟ سربال. يلا سربال، يلا يا سربال. السلام عليكم. ها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة هالة؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. سربال بتكلميني منين؟ انا بكلم حضرتك من مصر، اسماعيلية. يا احسن ناس واجدع ناس، يا اهلا وسهلا، اتفضلي حبيبتي. بشوف حضرتك على قناه اقرا وكده لا انا ما باجيش على قناه اقرا. الفيديوهات القديمه، الفيديوهات القديمه كان في قناه دينيه كده في البدايات خالص يعني، قبل بقى على اليوتيوب وحاجات زي كده. لا انا على القنوات بتاعتي من يوم ما بدات، قناه وطن وقناه مكملين وقناه في رحابها التناصح، لكن ما جيتش على قناه اقرا خالص. والله هي في قناة دينية أنا مش عارفة كان اسمها إيه بقى. يا أهلا وسهلا. تمام. في فيديو يوتيوب. أيوة. معلش هي الفترة دي أنا بس مش مركزة شوية ولا يهمك. متضايقة شوية فيمكن عشان كده تلاقيني متخبطة بس. ولا يهمك. بصي حضرتك، عايزة أقول لحضرتك على حاجة هي خاصة بإذني يعني. تمام. هو عنده 17 سنة. نعم. هو في أولى ثانوي. نعم. كان اتعرض لحادث كده، كان طلع عليه ولد صغير من سن أولى ثانوي بلطجية كده، فذبحه بالسكينة كده في الأرض وفي أفاف، أخد 45 غرزة. حبيبي. المهم الحمد لله ربنا نجاه من موت يعني حتمي يعني. ولكن ده أثر على حالته النفسية، ولكن طبعا ما بيصليش خالص. سنه كام سنة يا سيدي؟ طبعا متغير جدا. سنه كام سنة؟ أنا بقول حاجة، هو أولى ثانوي يعني 17 سنة أو 16 سنة. تمام. خليني ما اعرفش هو البتاع راح فين، يمكن انا اتكيت على سؤال فطلع عليها، لكن خليني اجاوبك على الجزء اللي انا سمعته، ان لما يبقى في امر شخصي حصل لشاب او لبنته في مرحله مراهقه وياثر عليه نفسي، وان هو احساس ان حد تجبر عليه او حد مثلا ظلمه او ضربه وهو ما عرفش ياخد حقه وهو اتاذى، بيبقى احساس صعب. التروما على الاقل بتفضل من 6 شهور لسنه، لكن الحاجه اللي زي دي بتبقى عايزه معالجه على مدار سنوات. اولا لازم يتابع مع طبيب نفسي او معالج سلوكي، لازم يسمع منه ويتكلم معاه ويطلع، خصوصا ان هو ولد. النقطه الثانيه، نقطه ان هو يشوف ان الحق والعدل تحقق، يعني في عدل تم في هذا الامر، وان الجاني خد جزاؤه، وان في قانون وهكذا امور. لكن لازم يتابع مع طبيب نفسي او معالج سلوك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمه بالخير، اللهم امين. خلينا ناخد معانا مين؟
سامية، سامية عيد، طلعت سامية، تمام خلاص تمام. ها أم عمرو وسارة، يلا يا أم عمرو أنا معاكي أهوت. ناخد هنا سؤال، دكتورة أنا حامل في توأم وممنوع أصوم، ممكن تدعي لي؟ حبيبة قلبي طيب خلاص، طالما الدكتور قال ممنوع بتقضي عادي بعد بعد رمضان ما ينقضي، يدعو الله سبحانه وتعالى يجعله حمل مبارك ويعينك يا بنتي ويعينك، اللهم آمين. الحمد لله، بتقول يا بخت المصريين بيا، والله يا بخت الاسلام. انا مش العنصريه دي ابدا، احنا تبع المسلمين كلهم في كل مكان، وطبعا مصر لها مكانه في القلب، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وياكم. عمرو، ام عمرو، السلام عليكم. ام عمر، ورحمة الله وبركاته. يا اهلا حضرتك وسهلا يا ام عمر، بتكلميني من انهي مكان؟ أنا من مصر، محافظة كفر الشيخ. يا اهل كفر الشيخ الجميله والمساجد الجميله بتاعه القران، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم. اللهم آمين يا رب العالمين. عندك سؤال؟ بقالي يعني أنا وزوجي متخانقين عشان عايزني أنزل تحت عند حماية نفطر مع بعض تحت، طبعا العيلة كلها تحت، تمام. فأنا كجسمانيا ونفسيا مش قادرة أنزل. عامل لي مشكلة بقى جامدة خالص. عايزك تنزلي يعني تساعدي في الفطار، ولا نفطروا مع بعض وكل واحد يحضر في بيته وينزل يجيب مثلا طبقه اللي هياكلوا فيه او كذا؟ لا كلنا تحت، هو عايزني أنزل أطبخ تحت وكده ناكله ليكي كلنا. سلايف يعني والكلام ده، اه وهم بينزلوا كلنا من هما طبعا، هي مرات ابو اللي تحت واللي تحت دول ولادها، تمام. فانا بقالي فترة وابوه موجود؟ متجنبها. ابوه موجود. اه موجود. ودي متزوج، والدته توفاها الله وهو تزوج امرأة اخرى، دي مرات ابوه، والعيال اللي موجودين دول اولادها، صح كده؟ صح كده. فانا بقالي فترة اصلا تعبانة، كنت جايبة هما بيعملوا لك قلق او في مشاكل بينك وما بينهم يعني، ولا اه، ايه؟ هي كل رمضان بتعمل مشاكل جامدة خالص بيني وبينها، مع اني والله العظيم ما بعمل لها حاجة، بس هي كده يعني تفضل رمضان معكنين علينا الاخر، بتعمل ايه؟ بتفضل معكنين علينا بقى ومشاكل. زي ايه لو هزرت مثلا؟ قولي لي كده يا ماما، يعني بتنكد عليكي بتعمل ايه يعني؟ يعني انت يعني واحده جايه بتعملي اكل؟ هزرت مع سيفتي مثلا، او قعدنا نضحك مع بعض، تقول ده متفقين عليا، ده هما شوف بيضحكوا ازاي، بيهزروا ازاي، ده كده عاملين مشاكل معايا، ده بيتكلموا عليا، ده مش عارف ايه. يعني طب شوف اسمعيني، مراتك بتعمل ايه، شوف مراتك بتبص لي ازاي انا فهمت كده. فهمت. طيب هتسمعي اللي اقول لك عليه وتتقبليه؟ معاكي، بس انا عايزه اوصلك كمان ان انا اصلا يعني كان عندي نزيف من معدتي الاسبوع اللي فات، عندي اصلا كذا مشكله وبتعالج ومش عارف ايه، نفسيتي تعبانه مش قادره انزل، ومش قادره ان انا اقف في مطبخ واطبخ والكلام ده. يعني انا امال هنا في انت البيت بتطبخي مش لعيالك ازاي طيب يا ام عمر؟ يعني ممكن اطبخ اريح شويه كده، انت فاهمه كده. انا طول ما انا تحت 3 4 ساعات واقفه في المطبخ لحد اذان المغرب، يعني هما بيصلوا المغرب ويجوا وانا لسه واقفه في المطبخ زي ما انا. هقول لك على اقتراح جميل، اسمعيني اسمعيني وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك. اسمعي اللي انا هقوله لك ده. اولا الله يبارك فيك، اولا موضوع ان انا بيت العيله وازاي ان انا اشارك فيه وانا تعبانه وجالي نزيف وانا في بيتي بطبخ شويه وبرتاح شويه وبعمل شويه. اولا يعني تعال اما احكي لك الصوره الحاليه، يعني بغض النظر عن حاليا. مين اللي بيكلمني هنا؟ يا عبده خلاص ماشي ماشي يا خلود، اللي تقوليه ياخدها، ما اقدرش اكسر لك كلمه يا خلود علشان تغالي عندي. موضوع بيت العيله وازاي ان انا اشارك وما اشاركش وانا تعبانه بالفعل والكلام ده. بصي، كل 10 سنين او 15 سنه بالكتير عيالك دول هيبقوا في جامعات، ماشي؟ اساليني انا على الحال ده. عيالك في جامعات وانت لوحدك وتتمني على الله ان يجي رمضان يبقى زي رمضان بتاع زمان. انا عمال واحده من الناس من زمان جدا، ان شاء الله الناس ما عايزه مقاطعه وكل واحد في حاله، بس انا في رمضان لازم اجمع الناس، ما يحلاش رمضان الا باللمه، بس بشرط ما حدش يفرض عليا اكل معين، والا اذا كان مثلا حد مريض بتاع ضغط سكر بتاع نوع الكلام ده،
ومحدش يقول لي لا لازم تعملي كذا وتقفي من كذا. بصوا يا جماعه النهارده انت هتاكلوا ايه؟ هناكل كذا، انا عليا الرز هعمله بيتي واجيبه لكم، ايه رايكم؟ وقت الفطار هعمل كذا، مش شرط بقى اكون تحت، ده رقم واحد من الحل. رقم اتنين إيه هتختاروا مثلا إيه المواعين؟ انا هاخد الاطباق ومين ياخد الحلل عشان انا مش قادره بالحلل. طيب إيه التنظيف بعد البتاع؟ هنقاس احنا 3 سلايف، واحده هتاخد المواعين، واحده هتاخد شيل الاكل، واحده هتاخد التنظيف بعد شيل الاكل. شكرا. عايزين تعملوا ايه؟ لا انا هعمل الصواني، انا هعمل الصواني في الفرن، تك تك يلا عبي عبي في الصواني والفرن وشكرا يلا قاعده. وهتنزلي قبل المغرب مثلا بنص ساعه، تفضلوا الحاجه يا جماعه، ندعي يلا اذكار الصباح اذكار المساء، يلا مسينا وامسى الملك لله والحمد لله شكرا، لا غيبه ولا نميمه ولا كلام. بتهزري مع جارتك وبتاع ولا سلفتك وهي بتقول ده بيتفقوا عليا ليه يا حماتي سوء الزن؟ ده احنا في رمضان يا شيخه، صلي على الرسول، مفيش الكلام ده. واحنا عشان بنضحك معرفش ايه، صلى على الرسول مفيش الحاجات دي، قالت وعملت وسوت وبتقول وكذا ولا الكلام ده، بسمع من هنا وبطلع من هنا، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. انا جايين علشان نتجمعوا بنيه تجميع رمضان وحال رمضان، اولادي محتاجين اللمه دي والله والله ما تعرفوا قيمتها الا لما عيالكم يكبروا بتاع. احنا هنا في الغربه هم بقول لهم لازم اشوف حل لموضوع التجميعه دي، مش هينفع الحال الفردي اللي احنا فيه ده، انا ما اعرفش اعيش كده، واحنا محتاجين نعيش في تجميع، احنا محتاجين نعيش في تجميع. وعمال افكر طب فين طب فين، وبعدين لسه بنتي قايله لي فكره، على قد طاقتك وعلى قد امرك، لا تجهدي نفسك ولا عيالك ولا القصص دي كلها خالص، على قد طاقتك. والله يا جماعه كذا، واللي انا بقوله لك ده افضل حل، اعمل في بيتي وانزل حاجتي وشوف. عايزين عدد كام؟ احنا كام؟ 8. خلاص انا هعمل صينيتين، هعمل كده، ما تعملوش زي يا جماعه عندي، واحط ماشي يلا الدجاج بالبتاع ولا اللحمه مش عارف عشان صواني ويلا، لكن ما تحرمي نفسك الخير ولا تحرمي عيالك التجميع. واي حد، انت عارفين مشكلتنا ايه في موضوع بيت العيله كزوجات؟ تبص تلاقي ايه، والله يا دكتوره اصل هي قالت لي اصل هي قالت لي، وبعدين لما هي قالت لي ما اعرفش حصل ايه، وبعدين وخدت الكلام على نفسك وعماله هاريه في نفسك نكته نكته، لا ولا الكلام ده خالص. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك ويوصل النصيحه اللي قلتها لي دي، لا اخسر زوجي ولا اخسر بيتي ولا اخسر حاجه ولا اخسر بتاعه، والناس تبقى عارفه ان دي حدودي وانا ما بستجبش لاي استفزاز يتقال ولا الكلام ده. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. خلينا ناخد حد تاني. مريم غزال. مريم السلام عليكم يا مريم، معانا مريم ومعانا ام عبد الرحمن، يلا استعد يا ام عبد الرحمن بعديها. ها مريومه. يوزر مش عارفة 9 بتقولي أنا تعبانة بمعدتي بقالي 9 سنين. هو الأسئلة بتروح فين؟ الأسئلة بتروح فين؟ طيب أسماء بتقول أمانة مش عارفة كيف أتعامل مع ابني 11 سنة، هجاوبك. مريم سلام عليكم. مريوجة. وعليكم السلام. يا أهلا يا أهلا. عندك كام سنة يا مريم؟ آه سامعاكي كده. عندك كام سنة يا عسولة؟ 28. جمال صوتك صغير ليه، كأنك عندك 15 سنة يا مريوم، خدتيني. أعمل إيه هو كده يعني؟ ربنا يبارك فيك. طيب يا مريم. أنا متجوزة وعايز أخدي بنت صغيرة. متجوزة وإيه؟ عندي بنت صغيرة. يا توتة ربنا يصلح لك حالها ويجعلها من الصالحات يا رب. تمام. أمين يا رب. أنا عايزة استشارة. اتفضل. منتظرة سؤالك يا مريوم. أنا وجوزي يعني كان عندنا خلاف، يعني هو في الأول كان كويس بس بعدين اتغير كده شوية، وعايزة يعني أعرف أنا يعني مقدمة على طلاق. ليه يا مريم؟ ليه انت مش عارفه ايه المشاكل اللي بينك وبينه؟ قولي لي المشاكل اللي بينك وبينه. هو كويس معايا. طيب. بس بعدين اتغير. بقت في خيانه، بقت في يعني بتابع بنات على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وكده. وانت واجهتي تجيب الامر ده وقلت له ان انا شفتك وانت بتكلم بنات وانا شفتك وانت كذا وانا مش موافق على هذا الامر وهكذا امور،
ورد عليك قال لك ايه؟ بيقول لي يعني بيقول لي خلاص وسامحيني شيطان، بس بعد فتره بيرجع زي الاول. الحال ده عليه احنا يا متجوزين يعني بقالنا 5 سنين واحنا على الحال ده. تمام. سامحيني ويرجع. وصلنا للطلاق بس بعد خلاص انا هتوب، بس لقيته خلاص ما فيش ولا توبه ولا اي حاجه، وبقى يقول لي دول صحاب عاديين وان كان عاجبك. وانا يعني حاسه نفسي تعبت من الحكايه دي، قلت خلاص قررت ان اطلق وبقيت حيرانه. حاضر هجاوبك 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 يا مريوم. حاضر اسمعيني اسمعيني. اولا يعني موضوع الخيانات زي ما احنا قلنا مش اي حاجة ان احنا نقول عليها طلاق. ساعات ممكن يكون وزة شيطان، ساعات ممكن يكون اهو واحدة استجابت وبتاع فلقى الموضوع فاستسهل الامر. لكن في الاول وفي الاخر خلونا في جزئية مهمة. هو متكبر ويقول وانا كذا واذا كان عاجبك وهكذا وانا ده الزواج وانا كذا وانا مش مكفياني، ولا استغفر الله انا فعلا عصيت، طب سامحيني، طب ادعي لي ان الله سبحانه وتعالى ينجيني، طب ادعي لي ان كذا كده. لو الامر كده تمام. لو الامر بالشكل ده احنا ايه؟ احنا نراعيه وناخد بايده ونساعده على التوبه. لكن لو مش كده لا في واحد بيبقى متكبر، وفي واحد بيبقى يقول هو كده واذا كان عاجبك، وفي واحد يقول لك انت مش مكفياني، لا البنات وانا ليا بالبنات، ويفضل. لكن واحد عاصي مبتلى يعني لو نفسيتي جاب. لكن طبعا قبل ما تعملي كده طالما الامر اتكرر زي ما انت ما قلتي مره واثنين وثلاثه، بجيب وبقعده قاعده وبشوف حد مؤتمن، يا حد من عيلتي، حد ثقه كده مؤتمن من عيلتي، يا حد من عيلته، بحيث ان احنا يبقى حد شاهد على الكلام، ثقه مؤتمن ويسمع مني ويسمع منه. يا ابن الحلال الخيانه انا لا ارضى، يا ابن الحلال الامر بالشكل ده انا لا ارضى، وانا لا يمكن اعيش في حاجه زي كده، وده يجيب فقر في قلب البيت، وده كذا وده كذا، وشوفي الدنيا معاه تبقى ازاي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا بنتي يكرمك ويتوب عليه ويجعل شهر رمضان مبارك عليه. قدرت تتعايشي وتعينيه على موضوع التوبه في هذا الامر وان هو يتعافى من المعصيه ديت خير، ما قدرتيش خلاص. لكن خدي الخطوه دي الاول، بلاش طلاق على طول الا ما تاخدي الخطوه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. خلينا ناخد حد من هنا. عندي حبيبه محمود. حبيبه السلام عليكم حبيبه، انت مدعوه، انا بعتلك اهو. ها ضحى، يلا يا ضحى. ها السلام عليكم يا ضحى، انا منتظراك اهو، يلا بينا. دكتوره مش اسماء، ابنك 11 سنه، عندي 3 اطفال وزوجي هو غير. طب ايه؟ طيب مستفز يعني؟ طيب هجاوبك يا اسماء. السلام عليكم. ازيك يا ضحى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتوره، كيفك؟ شو اخبارك؟ طمنيني عني. والله الحمد لله، سعيده ان انا بسمع صوتك. ضحى انت مكانك فين؟ في سوريا ولا شمال تركيا ولا جنوب تركيا؟ والله انا بحمص. والله بدنا تحيه منك، بدنا تحيه منك لاهل حمص. طبعا طبعا على راسنا. انا حمص دي تبع الشام ولا تبع حلب يعني، ولا هي في النص؟ لا هي في النص دكتوره، في الوسط. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. احنا عندنا هنا كل الناس الصالحه اللي حامله لكتاب الله كلهم اللهم بارك، يا تلاقيهم من الشام يا تلاقيهم من درعا، ربنا يبارك فيهم اجمعين. امين يا رب. سبحان الله، عم بدعي الله يا رب يمشي الحال، يا رب يمشي الحال. تحكي للدكتوره ولا هلا طلعنا اشعار منك؟ يا حبيبتي قلبي، الناس الجميله اللي روحها حلوه يا ضحى، وانا سعيده بتواجدك معايا وبمشاركتك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب يا دكتوره، الله يجمعنا معك هيك بالدنيا قبل الاخره، انا بدي اشوفك بالدنيا. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي، ربنا يجمعنا على النبع السلام دنيا واخره. قولي امين. امين يا رب. والله يا دكتوره يعني وسلامنا الاهل كلهم، ما خلوش ينسونا من الدعاء. الله يسلمك الله يسلمك. والله يا دكتوره انت غيرتي حياتي كثير، يعني انا الصراحه ما حابه احكي يعني هون انه شو اللي تغير فيه، بس عن جد غيرت فيه كثير. الله يجزيك الخير يا رب. الله يبارك فيك يا حبيبتي ويجعله خير وبركه.
ويجعلنا نتقابل عند ربنا آمين. وعند النبي عليه السلام ونتذكر الايام دي. اللهم آمين يا رب، اجعل آمين الايام مباركه يا رب علينا وعلى كل خشي. من سمعنا، اللهم امين. خشي دكتوره، امين يا رب، امين. وبصلوا عليك الشله تبعيتنا. ايوه سلم لنا عليهم كلهم، الله يصلح حالهم. وعندي كمان امين يا رب، امين. وعندي كمان رفقات السوريين شهد وشمس كمان بيصلوا عليك كثير، وبقولوا لك ادعي لنا. عليك وعليهم السلام، ربنا يبارك فيك وسعدت بيك يا دكتور سلامي وكل اللي عندك. الله يسلمك. اماني 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 يا دكتوره، ادعي لنا وادعي لنا اهلي ولامي ولابي وكلياتنا. الله يجعلكم مستقرين. ذكرينا بهالايام الفضيله. اي والله. الله حاضر، ربنا يبارك فيك يا ضحى، سلمنا اليوم اجمعين. شكرا ليك يا ضحى، ربنا يبارك فيكم يا رب ويكرمكم اجمعين. في صوت قران شغال؟ ايوه بشغل صوت قران دايما جنبي، وادعو الله سبحانه وتعالى اهو اي حاجه من ريحه القران واهل القران بقى. يا بنشغل الحصري يا بشغل عبد الباسط، وطبعا المنشاوي حبيبنا كلنا، ومين تاني كله، ادعو الله سبحانه وتعالى بالخير ليك ولينا يا رب. ناخد حد من هنا بقى علشان ايه، انا شكلي طولت عليكم، ناخد اخر حد من هنا، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. انا والله ما انا عارفه، والله ما انا عارفه مين اهو. ام عبد الرحمن، ام عبد الرحمن جاهزه تخش معانا يا ام عبد الرحمن؟ ها السلام عليكم يا ام عبد الرحمن. ايه ايه غريب، ليه تزعلي ليه بس يا ايه؟ تخليني ادور عليك ان شاء الله اخدك بعديهم. ايه غريبه، اديني بدور عليك اهو. ها ايه ايه مش موجوده يا ايه، انت فين بقى؟ طيب خشي تاني، وانا يعني اطلعي واطلبي الطلب تاني وان شاء الله تظهري لي على طول. ما هو اصل انا عندي كام؟ 90 هم، ولا نعرف كام؟ الله سبحانه وتعالى ينجينا بقى. طيب هنا ما جاش، ناخد حد تاني. إيمان حسام، إيمان جاهزة تخشي معانا يا إيمان؟ يلا بينا. السلام عليكم من هنا، دعوتك لنا دكتورة أم أحمد، ربنا يفك كربك يا أم أحمد، اللهم أمين. مكة، مكة توفيق، السلام عليكم. كنت سأل يجوز الفطام في شهر رمضان؟ تفطمي يعني وماله؟ آه أنت خايفة من السخونية، والله استعيني بالله وجربي. يعني انا عندي كان اولاد واولاد، ساعات تعيل يخليني اسخن وساعات تعيل طفل يخليني، عندي اربعه. لكن جربي ان شاء الله باذن الله. هو طبعا هيبقى مجهود شويه عليكي لكن خير والله، افطمي. لو هو السن جاب يعني مثلا عدى بياكل سندوتش وبيعمل وهكذا، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. اسراء سمير، ما فين يا اسراء؟ ما انا اهو فين بقى؟ اسراء، اسراء مش موجودين يعني، كتير كتير تحت في 90 دول ولا 90 كتير عليا والله يعني. خلينا مش عارفه اجيبكم ازاي صراحه. طيب جيهان، خلينا ناخد جيهان من هنا. السلام عليكم يا جيهان. ده بيبقى من تحت والله ما انا عارفه. اهي ايه، طب تمام، خلينا ناخد ايه. ايه اهو، يلا يا ايه. السلام عليكم. خلاص معايا انت، مين معايا؟ جيهان ولا اي؟ جيهان. اهلا، ازيك يا جيجي؟ ازيك يا جميل؟ انا بحب حضرتك جدا جدا جدا، يعني انا بتمنى يعني ان اشوفك في الدنيا قبل الاخره. الله يجمعنا على خير يا جيجي عسول، ادعيلي بالتوفيق والهدايه انا واختي واخويا وبالزوج الصالح، لان انا نفسيتي وحشه جدا جدا جدا. انت كام سنه يا جيهان؟ 23. ادعيلك بالزوج التقوى الصالح القرآن الرباني الحنون الطيب الرومانسي. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ما تنسوناش من الدعوات، ورمضان كريم علينا وعليكم حبيبتي يا رب. اللهم امين. واياك واياك يا حبيبتي، سعدت بيك، سعدت بيك يا جيش. معانا مين؟ آية، يلا يا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهو ما اقدرش ازعلك انا يا آية، دول انا زعلانة. انا والله مش مصدقه ان انا بتواصل مع حضرتك ولا ان انا بكلم حضرتك. انا مستنيه اليوم ده تقريبا بقالي حوالي سنه، انا مستنيه ان انا اكلم حضرتك او اتواصل معاكي. والله انا نفسي اشكرك من هنا لعمري كله قدام على التغيير اللي انا وصلت له بسبب حضرتك. هي فضيله امبارح قالت كل حاجه موجوده في قلوبنا،
وقالت وشرحت كل حاجة احنا حاسين بيها. اقسم بالله فعلا انت الام التانية ليا، بحبك حب لله، بدعيلك على طول، مش ناسياك في دعايا. انت غيرتي حياتي بطريقه ما كنتش انا متخيلها ان هي هتحصل. ربنا يجزيكي عنا خير الجزاء يا رب، ودايما معانا ودايما واقفه في ظهرنا. انا لما والله مش عارفه اتكلم، انا لما اي حاجه، لما اي حاجه بتحصل لي او بمر باي حاجه، انا صغيره، انا عندي 23 سنه، مريت بمشاكل كتير جدا، اتجوزت وانفصلت ومريت بمشاكل كبيره، وكل ما يحصل كرب في حياتي ألجأ لك بعد ربنا طبعا. وكل حاجه اتغيرت ونفسيتي اتغيرت وقربت من ربنا بسبب حضرتك طبعا. ما كنتش كده الاول للامانه، بس الفضل يرجع لك بعد ربنا عز وجل. والله يا بنتي انا خادم ربنا، جابني خادم ليكي عشان دي سمعك. ربنا يخليكي، ربنا يا رب يا بنتي يتقبل منك ويجعلك يا رب كده دايما حبيبة للرحمن ودايما قريبة لربنا سبحانه وتعالى. هو خير أنيس وخير من سعدت بيك يا آية وأثرت فيك. ربنا يخليك لنا إن شاء الله. أكيد والله مش نفسك، ربنا يخليك لنا يا رب. شكرا لك. يعني في البداية وفي النهاية أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. انا مش عارفه اخد مين. طيب انا عماله اخد الناس هنا اهو. طيب عبال ما السعيد هنا ناخد حد من هنا وبعدين نجيب حد من هنا. يلا بينا، معانا نجمه حلب. يلا يا نجمه حلب، السلام عليكم. يرى علاء الدين تقريبا معاكي، خشوا معايا يرى. يا كم 97، خشي هنا عبال ما اخلص انا تكونوا انضفتوا ان شاء الله. سلام عليكم يا نجمة حلب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله، والله الحمد لله. بتكلمينا منين؟ من حلب ولا من بلد تاني؟ والله أنا من حلب بس مقيمة بتركيا. آه فين في تركيا؟ آسيوي ولا أوروبي؟ أنقرة. والله بإذن الله نجي لكم أنقرة قريب. بقولك أنقرة جميلة وهادية. وهادي عن اسطنبول. أنقرة وتركيا. أنا أول مرة بتابعك يعني، والله العظيم وحبيتك سبحان الله يعني. حبيبي قلبي. حبيبي. في إيه شيرت لي عليكي وسبحان الله هلا دخلت معك. يعني بالنسبة إنه استفسار يعني. هلا بالحيض الوحدة انحيطة لولب يعني لا حياة في الدين يعني. نعم. وإجا رمضان وهي بالدورة الشهرية. نعم. وتطول يعني انه 10 ايام، شلون بدي اصوم بهيك حاله يعني؟ طيب من بعد اذنك. حاضر حاضر اجاوبك ان شاء الله. اسمعيني يا نجمه حلب، اجاوبك باذن الله. اولا خلينا نتكلم على جزئيه موضوع الحيض. انا في ناس بتطهر طبعا يعني حتى طري القصه البيضاء او بالجفاف. اللي انت متعوده قبل كده ايه؟ هي واحده تقول لك لا عدد الايام والجفاف، والثانيه تقول لك لا لازم القصه البيضاء. شوفي انت الامر عندك ازاي. في ناس بتبقى لا بتستمر 8 ايام والتسعة ايام متواصل وبيبقى في طبعا القدره والسفره وهكذا، ولكن بيبقى جفاف بعد العشر. من بعد العشر اليوم ال 11 بتحسب عند الناس استحاضه. بتحفظ عادي والكلام ده عادي وبتوضى لكل صلاه وهكذا، لكن العشرة طالما انت متعوده ان هو دوت وانا بنتظر فيها القصه البيضاء وبتنزل عبال ما بتيجي القصه في اليوم العاشر تمام. قبل كده طبعا مش هصوم لان هو ربنا، وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. هذه رخص الله عز وجل اعطاها لنا ويدينا الثواب كامل مكمل. بس عايزه اقول لكم الله عز وجل يا جماعه يريد لنا الخير، والله سبحانه وتعالى هو اللي خلانا وهو اللي عارف امورنا، فانا بتابع الامر. طيب تقول لك انا باخد حبوب، يعني في بقى نساء تقول لك ايه انا ناخد الحبوب يمنع الدوره في الفتره دي بحيث إن أنا أصوم الكلام. والله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبل وتعملي الأمر ده. لجيني بتقول رأيت في المنام إني أصلي في الحرم المكي وصعدت على السلم لغيره بيه كساء الكعبة وأنا فوق الجميع. والله جميل، والله طالما الكعبة حلوة، لكن ما أعرفش تفسير قوي، لكن طالما الكعبة حلوة. أم عبد الرحمن دكتورة ادعي لنا أنا وأولادي بصلاح الحرم. الله يكرمك يا أم عبد الرحمن، أنت وأولادك. اسراء سمير هدور عليك اهو يا اسراء. اسراء ما تعيطوش خلينا ادور عليك في التسعين دول. اسراء سمير اهوت يا اسراء، ها اهي
يلا بينا بينا، يلا يا إسراء، السلام عليكم. طلعت يا إسراء، تمام. خلينا ناخد مين؟ ها، معرفش. طيب، أم مروان، أم مروان جاهزة تخشي معانا؟ يلا بينا. أم مروان يلا هنتظرك. خلينا نقول أنا يا دكتورة حاضر، كل الناس اللي هنا هخلص واحد من هنا وبعدين آخد عشان محدش يزعل. مش عارفة كيف أتعامل مع ابني. بص يا سارة، 11 سنة محتاج إيه؟ محتاج حوار. جسمه يبقى كأنه بداية مراهقة مبكرة، وتبص تلاقي إيه؟ العقل لسه عقل طفل. فللأسف إحنا بنحاول نعملهم في الفترة دي كأنهم لا، الحوار ثم الحوار، والبدائل من ثلاث. أنا بقول لك أهو، البدائل من ثلاثة. البدائل من ثلاثة، ليه؟ إن أنا أعمل إيه؟ والله يا جماعة، والله يا جماعة، ما بحط لابني حوار واسمع منه واديله بدائل الا وبيستجيب، وادعي ربنا سبحانه وتعالى. موضوع بقى ابوه عصبي، انا مش عايزه اتكلم ابوه انا كذا، الفتره دي انت محتاجه الاب، لان الولد بالذات بيبقى محتاج راجل في حياته، يشوف جد، يشوف كذا، محتاج راجل في حياته. ادعو الله سبحانه وتعالى يعيننا واياكم، اللهم امين. خلينا ناخد مين تاني معانا. اسماء جلال، السلام عليكم يا اسماء، وبعديها المغربيه الكرديه، استعدي. يلا يا اسماء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، ازيك يا ازيك دكتور؟ ازيك يا سمو، يا جميل. ها الحمد لله، مبسوطة جدا، مش حبيبة مصدقة قلبي، نفسي أصلا بتكلمينا منين يا أسماء؟ من مصر، بس أنا دلوقتي في السعودية. سلمينا بقى على كل الجمال. عملتي عمرة ولا لسه؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويتقبل منك. حابة تشاركي معانا بإيه يا أسماء؟ طبعا أنا متزوجة دلوقتي، عندي 9 شهور. والله ولا باين عليكي ولا على صوتك يا اسماء تماما، انا قلت انت اولى ثانوي تانية ثانوي اخرك يعني. الله يفرح، انا بالحريم ده عايزه اقول لكم يعني. يلا بينا. 26 سنة. فرمضان اللي فات كنت حامل في السابع، وكان عندي طلق مبكر، ففطرت رمضان. كان عندي املاح شديده وكده، وما كانش ينفع استنى فتره طويله من غير ميه. فطبعا رمضان ده برضه، بس الحمد لله صحيح، يعني هشوف دلوقتي في عذر، بس طيب بالنسبة للأيام انت أنا قضيتي الايام قبل ما يجي رمضان ده ولا لم تقضيها؟ لا، ما كنت برده وما كنتش قادرة تمام، يبقى هذا عذر كنت تاني. رايحة تمام. طيب، الأيام بقى بعد رمضان إن شاء الله قضاء وفدية. لا، طالما كان في عذر طبي مفيش دية، لكن لو مفيش عذر طبي هتطلعي دية عشان جاي رمضان التاني عليه. تمام كده؟ تمام، يعني أنا بعد إن شاء الله رمضان ده أنا هصوم ده. ايوه، الله يعينك يا بنتي، الله يعينك يا رب. خدي يوم اثنين ممكن تدعي وخميس لابني، ممكن تدعي لابني ربنا يحفظه ويجعله من حفظ كتاب يا الله. رب، يجعله من حفظ كتاب الله ويجعله من الصالحين ويكرمنا واياك يا بنت، اللهم امين. ويكر يا عينك رب، بيه، اللهم اللهم امين يا اسماء، يكر عينك بيه يا حبيبه قلبي. سعدت اللهم بيكي، امين. سعدت بيكي يا اسماء، سعدت بيكي. ها، المغربيه الكرديه، السلام عليكم يا المغربيه. ها، هدخليني معاكي، هدخلكوا بقى، هدخلكوا، هدخلكوا، عمالين تزيدوا هنا على الفيس. طيب، المغربية، السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك؟ الحمد لله، بتكلمينا منين؟ أنا مريم من المغرب، ولكن الآن بألمانيا، يا حبيبتي، يا بدرس أهلا بألمانيا. يا أهلا. زي رمضان في ألمانيا، إيه الأجواء؟ جنبكم مركز إسلامي بتروحوه؟ الحمد لله. لا والله، عندي ولد صغير، ما بقدر أروح. يا حبيبتي، الله يعينك عليه يا رب، اجعله رمضان مبارك عليكي وعليه، اللهم امين. آمين يا رب، الله يخليك. قولي لي، أنا حابه هون تشاركي؟ متزوجة سوري وعندي ولد، وما عندي أوراق هون بألمانيا. بقالك كام سنة؟ أنا هون 5 سنين. طيب، 5 سنين، ولا زمانك خدت الجنسية دلوقتي؟ لا، ما أعطوني، لأنه نحن تجوء، أنا وزوجي، زوجي عطوه وابني عطوه، بس أنا ما عطوني. ليه؟ لهذا السبب أبوي بالمغرب مات، وأنا ما كنت هناك. أبوي بالمغرب مات، بس أنا يعني ما رحت. علشان طبعا الفترة اللي المفروض تقعديها علشان الجنسية، صح؟ لا، لأنه ما عندي أوراق. طب ايه السبب ان هم ما عطوكيش الجنسية؟ لسه اللغة عندك مش قوية ولا ايه؟ لأن المغاربة
ما بيعطوهم لجوء، ولسه يعني بتعلم اللغة لحتى لأنه أجيت وكنت بالمخيم وبعدين يعني أيوة حتى هم ما بيعطوكيش لجوء يا مغرب، أي هم ما بيعطوكيش لجوء لقيتي بتاخديها عشان زوجك وأنت بقالكوا 5 سنين، ولا القانون عندكوا إيه شكله؟ ما أعطوني ما عطوني. ومهم انا قبل ما كنت حاطه حجاب، ما كنت يعني ما كنت بصلي، يعني ما كنت بسوي شيء. بس لما مات ابوي ايش لما والدك توفاه الله، انت ابتديت انك انت تتحجبي عليه رحمة الله، وتحجبتي الآن؟ أي الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لك الحمد يا رب. صرت محجبة وبصلي الحمد لله، ويعني بحاول إني أصير أحسن الحمد من الأول. الحمد لله يا حبيبتي. الله. أنا عندي طلب صغير. عناية ليك، تفضلي. أسفة. ولا يهمك، عيطي براحتك. لو شفتك دلوقتي ياخدك في حضني كده طبطب عليكي اقول لك ما تعيطيش ما تعيطيش. الله يخليك، انه تدعو لابوي بالرحمه، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويكرمه بيك يا بنتي، ويجعلك بنت صالحه، بصلاحك ابوك يدخل جنه والله. حافظي على صلاتك وحجابك وقران، مش عايزه منك اكتر من كده. كثير 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 رجل منيح، كان يعني أحب شيء اللي هو المسجد، أحب شيء كان بيحب المسجد كثير كثير، والصلاة والفجر يعني آخر أيامه كان إجازة هايمر، وكان يعني بيصير يحكي وبالحكي ترى يعني بيحكي قرآن. نعم. وحتى بالزهايمر أول آخر يوم إله كان بيصلي، يعني أحب شيء إله الصلاة. لهيك أنا يعني يا رب لما شفته هيك يعني ما هو يعني احب شيء لي انا ابوي، لما شفته صرت انا كمان يعني ما حبيتش انه ابوي بسببي يعني صح يدخل النار يا حبيبتي. يعني الله يبارك لك يا رب يا حبيبتي، وتقبل دعوتك ديت، ويتقبل يا رب يعني كلامك لابوك ودعائك، ويجعل نيتك دي سبب لدخوله الجنه يا رب. ولد صالح يدعو له وانت صالح يا رب يا حبيبتي يا رب. أمين. الله يخليك، شكرا كثير. شكرا ليكي، شكرا ليكي، السلام عليكم، مع السلامة. خلينا ناخد آخر حاجة من هنا بقى، علشان إيه الساعة بقت كام عندنا؟ 2:45، 2:45. حبيبة حبيبة حبيبة، مستعدة يا حبيبة؟ يلا بينا يلا بينا. طب ناخد حبيبة مش مستعدة، ناخد نسمات. يلا يا نسمات، ناخد نسمات وبعدين ناخد من عندكم واحد، وبعدين كده خلاص عشان نلحق بقى كده. قوم ها نسمات، مستعده؟ طيب ناخد هنا من الاسئله. ربنا يرحمه حبيبتي سكون الفسيحه دكتوره، انا احلم دايما بقطط ودايما يلحقوني وابكي. طب هجاوبك على موضوع القطط ده. نسمات سلام عليكم. وعليكم السلام. نسمات من الجزائر. اهلا نسنا الجميله في الجزائر، كيف حالك يا نسمات؟ متزوجه ولا مخطوبه؟ الحمد لله. انا لا متزوجه ولا مخطوبه. عندك كم سنه يا عسوله؟ 40 سنه. عندك 40 سنة، وكان في سابق علاقة ولا كان ما حصلش نصيب؟ لا ما حصلش نصيب. نعم والله والله يا بنتي، الله يبارك لك يا رب ويكرمك. هتدخلي معنا بإيه وعايزة تقولي لي إيه يا نسمات؟ حابة نقول لك تدعي لي إن شاء الله في هذا الليلة المباركة. وتدعي اليوم إن شاء الله، لأنها توفات عندها تقريب عامين ملي توفات. وتدعي لخيوتي معايا ان شاء الله حتى هم يرزقهم ربي. احنا زوز بنات في الدار. في زوز مشنا متزوجين.
الله يبارك فيك يا بنتي، ويا رب يكرمك ويرحمها رحمة كبيرة من عنده. اللهم أمين، اللهم ارحمها رحمة من عنده إن يا شاء رب. الله يا رب، اللهم إن أمين، شاء الله ويكرمك يا رب، إن ويجعلك شاء من الله. الصالحات. كيف حال صلاتك صالحة، وقرآنك يا نبات؟ الحمد لله. سورة البقرة يومي يومي، سورة البقرة، أذكار الصباح، أذكار المساء، صلاتي في وقتها إن شاء الله. الله الحمد يبارك لله فيك، ويجعلك من الصالحات، ويعوضك ربنا خير. ويعني إن الزواج شاء مش هو الله. الغاية، عشان بس نفهم، ولكن هي وسيلة توصلنا لرضا ربنا. أي حاجة في رضا ربنا توصلنا بالخير. أدعو الله سبحانه إن وتعالى شاء يا الله رب يكرمك ويجمعك بالرسول عليه الصلاة والسلام، دنيا طريه يا رب في رؤيا وفي الآخرة السلام، احنا وإياك. سعدت بيك يا إن شاء نسمات يا الله، حبيبتي، إن سلامنا شاء لكل الله. حبايبي. شكرا، مع شكرا، مع السلامة. السلامة. شكرا ليكي. خلينا ناخد حبيبة محمود. حبيبة السلام عليكم. يلا يا حبيبة، السلام عليكم. عندنا مين؟ طيب، كيف نزيد نقرب من ربي؟ سو ومتعب ويقعد في خاطري نصلي القيام ونقول والله واصبع القيام، والله تقربي من ربك بالقيام. انا بقول لك اهو، لو صليت الذكر عندما اشتد البلاء، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فنجيناه، والصلاه على الرسول عليه السلام يكفى همك ويغفر ذنبك، الله سبحانه وتعالى ينجيكم. حبيبه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا دكتورة، يا اهلا يا اهلا بالنقاب الجميل العسول. ليك يا الله حبيبه يا يكرمك يا رب. عسول، اهلا يا حبيبتي. بتكلمينا منين يا حبيبه؟ من القاهرة. رمضان كريم عليكي وعلى كل احبابنا، وازاي اجواء عليك رمضان يا في رب، القاهره؟ جميل الحمد لله، بس أنا ما نزلتش من أول رمضان. يا حبيبتي ما نزلتش بقى. وماله يعني، لو هتصلي في بيتك خير، المهم تصلي. ان شاء الله دعواتك يا الله دكتورة، يسهل ايدك دعواتك يعني امي ترضى عني، عشان هي على طول في مشاكل كده. يا حبيبتي، يا رب ترضى عنك، ويا رب يجعل بينك وما بينها وفاقه. بالراحه معاها، بالراحه يا حبيبه. الكبار دول بيحبونا بس مش بيعرفوا يزوروا الحب. طب بالراحه يا امي كذا، ده عائلي. طب ما بالراحه يا امي، انا نعمل كذا، ولا كسلانه شويه بس خليني ارتاح شويه واقوم. طب دلع عليها بس بالراحه، لان ادعي لي بس. الكسل والله ده، ما بيتغيرش يعني. موضوع الكسل ادعي لي يخف عني. الكسل اول عايز اقول لك، سمة العصر الجيل كله. اولا الكسل، بصي خلي رقم واحد عندك، هعمل اولا تحاليل الغده وتحاليل فيتامين د، وشوفي فيتامين د ناقص ولا لا، الكالسيوم ناقص اخباره ايه، المغنيسيوم والبوتاسيوم، الحاجات دي مهمه لانها ما بتتجاش في الاكل المتهرمن اللي احنا بناكله ده. لكن خدي بالاسباب وكشفي وشوفي وشوفي الفيتامينات بتاعتك، وادعي ربنا سبحانه وتعالى، وعليكي دايما بالوقت اللي من بعد صلاه الفجر، وادعي يا بنتي اذكار الصباح والمساء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، من الجبن والبخل، من غلبة الدين وقهر الرجال. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا حبيبة. سعدت بيكي وسلمي لنا على رمضان في مصر. الله يسلمك يا رب. وياك. السلام عليكم، مع السلامة. مع السلامة. طلعيني يا دكتورة، أنت اسمك مين؟ سيد هيمة. بالله تعبانة جدا، الله يبارك. طب خليني أدور عليكي. أنت بعت إضافة، من لو ما لقيتكيش مش هعرف، عشان خالتك هلا ما تعرفش حاجة في القصة دي. انا كده يعني هدور عليك هم في يا نهار ابيض، ده انتوا كتير خالص. بعمل ايه؟ مش لاقياكي. اهو اهو، يلا اهو ساي، اهو يلا بينا. يلا يا سيدة ولا ام سيد او سعيدة، السلام عليكم. السلام عليكم، اخبارك ايه يا دكتورة؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ انا اسمي ام سعيد. ام سعيد، بتكلميني من انهي محافظة ولا من انهي بلد؟ أنا مصرية بس قاعدين في السعودية. يا أهلا وسهلا وأحلى ناس. أهلا بحضرتك أحنا، أنت من دكتور، الجنوب. ربنا يجعلك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. ومحتاجة جدا السؤال ده يا دكتورة، والله تعبانة جدا. الله يبارك فيكي، ويا رب يفرج همك وتعبك يا رب، الخير يا رب وبركة. يا رب، عندي ولدين وأنا متزوجة، وزوجي شغال في مستوصف طبي يعني. المهم اكتشفت كذا مرة يعني، هو بيدي التليفون بتاعه لأولاده، وأنا مثلا بمسك فيه كده والله بالصدفة،
المهم من انا متجوزه من 5 سنين، يعني اكتشفت كذا مره علاقات كده، بس يعني علاقات كلام، يعني اللي انا اكتشفته كلام. المهم من حوالي اسبوع، المهم بنتخانق ونرجع نتصالح وخلاص مش هعمل تاني، ده كلام عادي، ده ضحك، ده هزار، ده كده. بالنسبه انا واخده برضو تعليم عالي، وجم قعدني في البيت، ما بطلعش ما بروحش مكان الا معاه، شغل ما فيش شغل، عادي راضيه وبربي ولادي والحمد لله راضيه. بس المشكله جيت من اسبوع اكتشفت علاقه مع دكتوره معاه في نفس الشغل، طبعا شفت كلام وشفت صور بحتينها والبعض، ويعني بصي نفسيتي متدمره، وانا مش مقصره معاه في اي شيء، كل حاجه. وجيتي قال لك ايه دلوقتي يا سيدة ام سعيد؟ قال لي يعني بصي يا دكتوره انا دخلت، انا الموضوع ده ما رضيتش ادخل حد من اهلي عشان موضوع طبعا محرج. المهم دخلت اخوه، هو اخو كلمه، وبعد كده قال لي اللي انت عايزه اعمل ايه، عايزه تنزل لمصر اتكل على الله، عايزه اطلقك اطلقك، اولادي هصرف عليهم مش عارفه. المهم لما اخو دخل راح قال لي خلاص ده كانت غلطه شيطان ومش هتتكرر تاني. ولسه برضو من يومين برضو ماسكه التليفون برضو الاقي بيكلم ناس، وهو اقول له ايه ده، يقول لي عادي ده كلام عادي، يعني انت تقول لواحده زميلتك في الشغل يا قلبي ولا يا حبيبتي ولا كده، هو ده كلام عادي؟ طب ما انا اولى بالكلام ده. وبالنسبه معايا في البيت اخرس، بيدخل سلام عليكم داخل وسلام عليكم طالع، يلعب شويه مع الاولاد وخلاص، وانا خلاص يعني متدمرت. انا لسه 27 سنه، وبص يعني اللي يشوفني يقول عندي 100 سنه من الهم اللي انا فيه. ومش مقصره، يعني لو انا مقصره معايا كنت مثلا اقول ده انا مقصره، شكلي وحش، لبسي وحش، ومنتقبه يعني، وبصلي والحمد لله، يعني علاقتي مع ربنا كويس. بس مش عارفه ايه سبب ان ربنا يبتلاني بالخيانه دي ولا كده، يعني انا ارضى اي حاجه الا موضوع الخيانه دي ولا علاقه ولا اي شيء. حاضر. ومش عارفه اعمل معاه ايه، كل شويه خروج بره، يطلع مع نفسه، ارن عليه يتخانق معايا في التليفون، عايزه ايه مش عارفه ايه. حاضر، هجاوبك يا ام سعيد. ابشري بالخير يا بنتي. اولا يعني معظم الكلمات اللي بتيجي للخيانات، هو مبتلى بالخيانة، مبتلى بكلام النساء. لكن موضوع ان احنا على الاقل يا جماعة، انت دخلت اخوه، كويس انك دخلت حد من اهله للموضوع دوت، لان دي معصية مصيبة، يعني دي معصية جامدة. يعني اول حاجة ان هو ينتهي عن المعصية، لان بتجيب فقر في البيت وغم، وانا كزوجة انا محتاجة. تقولك 27 سنة صغيرة، يعني اما 27 سنه وزوجها بيكلم واحده ثانيه، 27 سنه وزوجها عامل علاقات مع نفسها وسايبها، هي تروح فين؟ يعني تروح فين؟ لا تلجؤوا النساء للحرام يا رجال، ويا لا، انا مش عايزه اقول عليكم، لان اللي بيخون بيته وزوجته يخون العهد ويخون العقد وقيمه الزواج وقدسيه الزواج اللي عاهد ربنا عليها وعلى كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ده انسان غير مؤتمن، وده انسان الله عز وجل يحاسبه عليه. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، انت جبت بنت الناس من بيتها، وانت اتعاملت مع بنت الناس واحد اتنين تلاته، من فضلك حافظ على البيت. يعني ايه يعني ان يحصل خيانه وبتاع وعندك اولاد بتكلم له فلانه يا حبيبتي ويا قلبي وتعالي واستغفر الله وصور وحاجات وحشه؟ طب ما زوجتك اولى بيها، ان عندها ما عندها، والله اللي عندي دي عندي ديت، نسال الله العفو والعافيه، انصحيه. ولو حصل حاجه تاني دخل اخوه زي ما دخلتيه، قولوا يا جماعه، قولوا لها، تقولوا لي عليه، انا عن نفسي انا مش قادر استمر. في واحده تقول لك والله انا سامحه وتني معايا وعالجه وهكذا، وواحده تقول لك لا، انا لا يمكن اعمل، ولا يمكن ان انا اكلمه بحاجه زي كده، ولا يمكن ان انا اقول ده حد ما اعرفش عمل ايه، ولا واحد عمل ايه، ولا الكلام دوت، ومش هكمل. واحده تصحنا لا، احنا ولا ميت استشاري يقول لك انت هتعملي ايه، ولا متشارك يقول لك انت هتاخدي قرار. اللي انت قادره عليه انك تمشي معه وتبقي زوجه وصالحه وام، وتقدري تكملي بنفسيه بدون تعب بدون اكتئاب بدون دواء بدون كذا، توكلنا. خلاف كده يا جماعه لا، خلاف كده لا. الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. يعني انا حقيقه هنكت ان شاء الله باذن الله. مين طيب؟ ما انا مش عايزه حد يزعل، والله انا مش عايزه حد يزعل. تمام. ان شاء الله باذن الله. احنا ميعادنا كل يوم في نفس التوقيت، ميعادنا كل يوم ان شاء الله من الساعه 12 او 12 ونص بالكتير. ان شاء الله باذن الله ناخد معاكم لايف مفتوح وناخد الاسئله بتاعتكم، بقول قيمه يا اما تربويه يا اما سلوكيه في البدايه، وبعد كده ان شاء الله ناخد مداخلاتكم معانا
وإن شاء الله بإذن الله غدا انتظروني على خير. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا السلام عليكم.